السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتتبعين ومتتبعات القناة العزيز الغالي على قلبي. شكرا لكم أحباب قلبي، الله يجازيكم عني خيرا وكذلك الله يحفظكم من شر الخلق يا ربي آمين. أخوتي شفت أنا البحوث، شفت عمر بحال هاد البحوث أخوتي ما شفته، يدرس هاد الناس في البحوث. خرج أخوتي وتتقول الأخت عواتي أعطينا اتساع، أنا ما تنعرفكش وما بغيتش نعرفك، والطريق اللي تتجيبك ما تندوش منها وما تنبغيش ندوز من هذيك الطريق غير باش ما نشوفكش وما نتلاقاش معك باش ما نطيحوش في المشاكل. وإلا بغيتي الاخ ديالك هذيك الساعه ما تخرجيش تهضري وتصوري زعما الادسنس، الا عيطي لي راسي يكون غير في القهوه حداكم، عيطي لي وقولوا ليه احنا ما بغيناش هاد الشوهه، اما نتوما ترجعوا اما راه زعما المحكمه سيروا تطلقوا، ولكن باش طلعي تهضري علينا ما تطلعيش تهضري علينا. اش بيننا وبينك، حنا عمرنا ما جبدناكم، ياك تتعايرونا وتتقولوا فينا وعلينا، ايوا ما تهضروش علينا وما تجبدوناش، حيت الناس قالوا ليها وعلاش. وكذلك الاخت نتاع وثيقه راه شافت بالله هاد فضفاضه هادي، بارطاجات عندها لا فيديو نتاع صاحبة اختها اللي هي صاحبتهم اللي طلعت اخوتي وما خلات غير اللي نسات في الاخت نتاع وثيقة اللي عايرتها بالمرض، عايرتها وقالت ليها انا راه عندي دواسة عليك، وكذلك راه عندي صور وعندي وعندي راه غادي نحطهم على هاد السيدة، منين غتكون جايبة هاد الشي ومنين غتكون سامعة هاد الهضرة وهي بحرار جاية من عندكم، وقالتها بفمها انها مشات ضيفة عندكم، وشكون المقربين من العائلة نتاع وثيقة؟ هما انتوما، برافو عليكم على هاد السيدة اللي ما عندها حتى شي علاقة، اللي هي صاحبتكم ما عندها حتى شي علاقة بالاخت نتاع وثيقة، ما هي من عائلتها ما هي من جيرانها، بعيدة عليها كل بعد، هي في مدينة والأخرى في مدينة، على هي منين جابت هاد الأسرار يكونوا بصح ولا يكونوا كذوب، منين جابت هاد الأسرار، وعلى هي منين جابت هاد الشجاعة أنها تطلع وتهضر وتقول عندي صور، على هي عايشة حداها، على هي من بقية عائلتها، ها قولوا ليا. وهي قالت بالفم ديالها انها مشات عندكم ضيفه، وانها بطبيعه الحال الصاحبه ديالكم، وانها تتواصل معاكم وشكرات فيكم، ما خلات ما قالت عليكم في الوقت اللي انتم درتوا واحد لا فيديو وقلتوا ان العادي زعما بنادم يجي عندكم وياكل ماكلتكم ويخرج يتعاطى معاكم، في الوقت هي اللي خرجات ودخلت راسها في واحد المأزق اللي بطبيعه الحال كبير عليها بزاف، انها تعير واحد الانسانه ما بينها معاها ما تتجمعها معاها حتى شي علاقه، كونها واحد العلاقه وحده انها صاحبتكم نتوما اللي تتعرفوا هذيك السيده اللي هي لوست اختكم، وفي الاخر تخرجوا وتقول يا فضفاضه انك انتيا ما تلاش عندك مع المعاطيه، كانت تتعاطي في الوقت اللي كنت عقلي قلتي انه كان زعما راه ما كانش مركز مزيان وتيخرج يتعاطى، فعلا ما تتعاطاش في القنوات ديالكم او في القنوات ديالكم تبداو تحشيوها الهضره، ولكن المعاطيه الحقيقيه فين تتكون؟ في اللايفات في التيك توك، ما تتخليوه في بنادم غير اللي ينسى. ولكن قلتي انت واحد الحاجه عاوتاني، قلتي ما تليتيش انت مساليه هذا الشيء، كان وقتك خاوي، دابا وقتك عمر، ولا عندك مشاريع وليتي تتفكري في المستقبل بزاف الحوايج، فعلا المتتبعات والمتتبعين وقتها راه ولا عامر بالشركات اللي دايره في اللايفات في التيك توك. على هي غتجي دير فيديو في اليوتيوب وتبدا تعاطى فيه؟ نو نو نو، غتمشي دير لايفات في التيك توك، والتيك توك ما حدا تتعاطى وما حدا داير اللايف وهو تيدخلوها الهدايا، فهمتوني؟ يعني اما في اليوتيوب لا لا خوتي، نخليو قنواتنا نقيين. الحبيبه ديالي اللي قلتي انتيا حنا دايرين محتوانا وحنا زعما رحنا قنواتنا وحنا طلعنا، قلتي اليوم نتوما الاولين في الادسنس زعما قنواتكم راه ما طلعوش، فعلا عرفتي علاش هما قنواتهم ما طلعوش؟ حيت هما ما تيشوهوش رجالاتهم، وحيت هما ما تيتعاطاوش مع رجالاتهم، وحيت هما ما تيروجوش انهم خاصمين مع رجالاتهم،
وحيت هما ما تيتعاطاوش مع الويساتهم، وحيت هما ما تيتعاطاوش مع عديزاتهم. عرفتي علاش ما طلعتش ليهم القناة في الوقت اللي نتوما هادشي كلشي اللي قلنا درتوه باش تطلعوا القنوات ديالكم؟ انتي الحبيبة ديالي اللي قلتي ان القناة ديالك زعما راكي مطلعاها بالمحتوى ديالك، على باش طلعتي القناة ديالك غبر معاطية حتى انتيا؟ نهار تعاطيتي مع العائلة نتاع وثيقة فاش جيتي زعما تدافعي على اختك، نهار تعاطيتي مع اللوسه ديالك والعدوزه ديالك فاش كنتي دايره داك الفيلم الدرامي الهابط حتى انتي مع هاد بوكتاف، يا كنتي باش طلعتوا قنواتكم؟ الله يرحم لكم الوالدين اللي تتقولي انتي ان الناس يقولوا لكم المشوهات بهذا المحتوى. احنا ما عرفناش حياتكم الشخصيه ولا غادي نهضروا فيكم، لا حيت حتى اللي هضر فيكم بالخيب غادي نقولوا حشومه وعيب. احباب قلبي رحنا مغاربه وما نبغيوش نتعاطاو مع بعضياتنا ونقولوا الكلام المشين لبعضياتنا، حيت عيب وحشومه لا تربيتنا ولا اولا ديننا ولا تربيتنا تسمح لنا بذلك، فهمتوني؟ واياكم انكم تقذفوا المحصنات اللي الوقت اللي هادشي تنشوفوه عند واحد الناس اللي تيبغيو يمسحوا السما بليك اخوتي ويخرجوا ويحرشوا الناس انها تسب الناس، وفي الاخر يقول لك عادي. انت اللي قلتي ان المنتدى، عفوا اخوتي، ان المنتدى ديالك هذاك، ضربتني بالعين اخوتي المنتدى ديالك هذاك وتبارطاجي بيه اللي بغيتي انت، كون ما كنتوش بغيتو انكم تبارطاجيو هذاك لا فيديو، فهمتوني اشنو هو البارطاج؟ علاه غتحطيه في المنتدى ديالك باش يدخلوا المتتبعين ديال القنوات ديالكم كلهم يشوفوا لا فيديو اللي عايرات فيه صاحبتكم خت عويطيقه اللي بحرام جوجه مسكينه ومريضه، والله يشافي كل مريض يا ربي. وتاني باش زعما دوخي المتتبعين بارطاجيتي لا فيديو الثاني اللي حطات صاحبتكم مع ديك السيده مسكينه اللي ولات تتبان معاها في لا فيديوهات، زعما انا راه تم بارطاجيا من امتى؟ من امتى يا حبيبتي الطيبه ديما تقوليلي من امتى وانتم بتبارطاجيو؟ ولكن لما تكون المصالح بتصالح. اللي انت قلتي عاود تاني انك زعما انت مولات العقال وانت بحال الام ديالهم تديري الدور نتاع الام ديالهم. هو الحبيبه اللي تدير الدور نتاع الام، الام غتقول لبناتها عيب وحشومه شويه، عيب وحشومه هاد الشيء اللي بطبيعه الحال تنبارطاجيو في القنوات ديالنا ولا كذلك في اللايفات نتاع التيك توك. اخوتي خواتاتي اللي بغى يشوف المعيور يدخل التيك توك ديالهم. وغادي نقول لك عاوتاني واحد الحاجه، انت كل ما كانش عندك الغرض ان هذاك لا فيديو نتاع صاحبتكم يتشاف ما غتبارطاجيش عندك. ايه قلتي انت ما عندكش معاهم ماشي من عائلتك وما عندك ما دير بيهم ما بغيتيش تعرفيهم، واللي ما بغاش يعرف حد وما عنده ما يدير بيه ما يبارطاجيش واحد تيعايرو، ما يبقاش يهضر عليه، ما يدخلش الهضره من تحت لتحت عليه. على انت فاش تقولي لاختك ايوا تصالحي مع راجلك يا ربي تصالحوا باش يكيدوا العديان، علاش كل العديان؟ واش حنا باقيين نغا ولا شنو؟ غنقول لكم اخوتي شفت واحد اللايف انت عاد فضفضه في التيك توك ومبارطاجي في واحد القناه في اليوتيوب، يعني بارطاجينو عندهم. المهم شي حد عاير بوكتاف عايرو قال لي زعما مراتك الله وعلم هادشي، انا اللي سمعت ان زعما مراتك غير دايره اللايفات وانت زعما راجل واقف واش هادشي، ويقول ايوا شاش قال ها مراتي انا حدايا 24 ساعه سير وريني انت مراتك فين هي دابا. وشوفوا الحركه اللي دار السيد وشوفوا الحركه اللي دار المتتبعين، وفضفضت تقول لي ويلي اسكت ويلي اسكت شويه، هو يقول لي هذاك السيد سير بعدا خدم ولا سير راه زعما هادشي اللي دايرين سير خدم، هو يقول لي انا خدام انا وهي تجيه ويلي خدام هو بوكتاف، تقول لي ما خدامش لا لا بزاف عليك بوكتاف، انت عارف بوكتاف ان عنده ثلاثات الخدمات، الخدمه الاولى عنده محل تاع تلفزيونات، الخدمه الثانيه هو كوتش تيدرب البوكتافات والخدمه الثالثه ما نقدرش نقولها لكم. حنا عرفناها الحبيبه ديالي، الخدمه الثالثه
تيشوف مراته هو داير اللايفات، فهمتيني؟ الخدمه الثالثه عنده هو السب والقذف لعباد الله، اي واحد كتب عليه شي تعليق تيدخل يسبه ويقذفه، حيت هو ما نقول لكمش على الفم ديالو، انا ري خوتي ام ربي مع دوك اللي يسبوا ويقذفوا، هذوك عرفتي دوك العيالات تاع زمان، هذوك اللي الله يا خوتي تنفعل لك ونترك لك. اختي بحال هكاك. ايوا زاد اخوتي تيتعاير مع السيد يقول لي ورينا مرتك، ها ويلي على ورينا مرتو، يسحب لك واش كل شيء بحال بحال. بغيت انا نقول لك ابو كتاف، يحسب لك واش كل شيء غير ضاع على رجولته وعلى مشطاجه وعلى كونه راجل، ان مراته تماكي امام الملا في واحد اللايف، ولا ان مراته يحطها امام واحد اللايف، واحد الشاشه نتاع واحد اللايف، ويدخلوا عندها وصيفط لك وشوفي انت زوينه وانت هادي، صحابك الرجاله كلهم بحال بحال، اللي راضوا على نفسه دل الله يزيدو، ولكن انت تتبغي تتوه زعما. سير قال له ورينا مرتك، وين عليه يوريك مرته؟ هو راجل مرته راه في دار وسد عليها، ما دايره لا لايف لا والو. قال انا مرتي راه ما تخرج لا بصواري، هي 24 ساعه قدامي قدامكم. هي قال لي في الدار، هي تقول لي انا خوتي راه مثلا مشي فين، انا راه جالسه غير في داري ودايره اللايفات، ومره مره لك كتبتوا لي شي تعليق ينظموا الخدمه الثالثه يشرشم لكم المشاعر، وكذلك يدير لكم حركات بيدياته. انا ريش ديروا لي اخوتي، والله العظيم انا شفت هذاك اللايف الا بقيت مصدومه، قالت لك هي ما عندها سوق في العائله نتاع وثيقه، انا ريش ديروا لي اخوتي، انا ري الله اش نقول لكم، الله يسترنا بسترو يا ربي، واللي لا يشوهنا ولا يفضحنا ولا يخلي سيرتنا على كل لسان، يا ربي امين اللي يخلي سيرتنا على كل لسان. لهلا يا اخوتي عطينا شي وقت الخميس والناس حاضرين، قالت لك ياك هما غير مشوهين وبعدوا عنا، ورحنا على هاد الشوهه تنهضروا، هاد الشوهه اللي تديروا لينا هاد المحتوى الرادي اللي ما راضيينش بيه، وقول هذاك بوكتاف عندك راه حشومه وعيب هاد الشيء اللي تيدير، راه ماشي من الرجوله انه يدير هذوك الحركات بيدي، ولا جلس يتعاطى مع الرجال الشلغميه اللي تجيهم غيره على هاد الشيء اللي تيشوفوا ويهضروا ويكسبوا وينوضوا بزاف. عفوا، السلام عليكم.